زهرة الحياة. إذا كل نهار جمعة على الحياة فهم. أهلا وسهلا بمستمعي الأفاضل، مستمعي ذات الحياة فهم القيروان للصحة في برنامجكم مضاءات في حصة جديدة. في الحقيقة عنوان هذه الحصة يعني تناولناه في الحصة الفارطة، ولكن سنكمل في الموضوع نظرا لأهميته ونظرا لتشعبه أيضا، وأيضا لأنه موضوع خطير، خطير بمعنى الأهمية ليس بمعنى الخطورة، بمعنى الخطورة. كالعادة نستضيف في هذه الحصة سادتنا الأفاضل الأكفاء، يعني ثلة من الأساتذة النيرين. سي خالد سعداني مرحبا بك، وغني عن التعريف. مرحبا بالسادة المستمعين، شكرا جزيلا. غني عن التعريف صح. يعني أستاذنا باحث ومتفقد لتعليم الإعدادي والثانوي، كذلك أستاذنا سي الحبيب الطيبي. مرحبا بك سي الحبيب. مرحبا دكتور، مرحبا بمستمعي ومستمعات إذاعتنا العظيمة والكبيرة الحياة فهم. سي الحبيب الطيبي كما تعلمون أنه يعني يعد لمناقشة تروح دكتوراه، وهو أيضا أستاذ باحث. كذلك نستضيف الحصة أستاذنا الفاضل سي جمال السيدي. مرحبا بك سي جمال. مرحبا، شكرا للجميع على الحضور، شكرا للملأ الكريم لمن وضع في هذا. كذلك يعني أستاذنا سي جمال يعني غني عن التعريف، فهو يعني سواء من قبل يعني المستمعين أو من قبل الطلاب فهو يعني له منزلة مرموق. كذلك لا يفوتنا أنه بطبيعة الحال أن نرحب بأختنا من أبو خيت وأخونا وولدنا سهيل سالمي في التأثيث والإخراج. مرحبا بالجميع أحبائي ومستمعي الأفاضل، للاتصال وللإثراء وللتساؤل الهاتف 70-035-120، وعيد 70-035-120 للاتصال سواء بالسؤال أو للإثراء. إذا قلت علاقة السنة بالقرآن، سي خالد كنا قد رأينا سابقا ونحن نتكلم في هذا الموضوع، عرفنا القرآن ثم عرفنا السنة ثم يعني قدمنا أنواع السنة، ثم ركزنا في الأخير على منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما تكلمنا يعني عن منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى آخر نحن نتكلم عن منزلة السنة ومنزلة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأينا هذه المنزلة العظيمة، وهذه المنزلة ندل على شيء تدل على قيمة السنة وعلى دور السنة في التشريع، باعتبار أن السنة هي مصدر من صدر تشريع الإسلام، مصدر من تشريع الإسلامي، وهو المصدر الثاني بعد القرآن. ورأينا يعني آيات قرآنية وحديث تؤكد على ذلك، منها قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك لا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، كما أنه قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم، وكذلك قوله وما كان لمؤمن ولا عفوا، وكذلك فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما كثير. يعني هذا الآية وغيره، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. يعني هذا يدل على شيء، يدل على أن هذه السنة يعني هي مصدر مصادر التشريع الإسلامي، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع. طيب، السؤال المطروح الآن الذي يطرح هو أن هناك من يذهب سي خالد إلى أن القرآن قد اشتمل على كل شيء بدليل قوله تعالى وما فرطنا في الكتاب من شيء، واضح، ويقول لسنا في حاجة إلى السنة وإنما يعني القرآن يكفي. إذن السؤال المطروح، ما مدى وجاهة القول بعدم الأخذ بالسنة كمصدر مصادر التشريع؟ شكرا سيد أزهر، وشكرا لجميع المستمعين. الحلقة القادمة السابقة كنا تعرضنا إلى مفهوم القرآن ومفهوم السنة، وبينا مكانة القرآن ومكانة السنة. الحقيقة أيضا المشكلة المطروحة ربما منذ سنوات وحدها على الأقل في الظاهر، ولكنه طرح نحبون نوثقه تاريخيا، من لحظة مرض الرسول صلى الله عليه وآله
قبل أن تفارق روحها الشريفة والطاهرة بدنها والشريف في ذاك المجلس نعم. الذي وقع فيه خلاف بين الصحابة عندما قال لهم إيتون بدوات وكتاب أكتب لكم ما أن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا. الحديث الذي ذكرته الآن سلازهر وكتاب له وسنتي عند المحققين والدارسين والباحثين هو حديث في أحسن الأحوال هو حديث مرسل نعم. رواه مالك في الموطأ. ومرسل يعني أنه الحلقة الأخيرة التي تأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست موجودة في سلسلة الرواة. والمحققون والدارسون يقولون أو وهذا ثابت أيضا عند أغلب الدارسين والباحثين أن الحديث الأصح هو قوله صلى الله عليه وآله تركت فيكم ما أن تمسكتم به ما لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وهذا يحل باب كبير في مفهوم السنة وفي نقد الكثير من الحديث. هذا من ناحية. من ناحية أخرى في متعلق بما يعرف اليوم بالقرآنيين. في تلك اللحظة لحظة الخلاف في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تفارق روحه الطاهرة بدنه الشريف وقع خلاف وهذا مدون في كتب التاريخ وعند المختصين هل نأتي له بكتاب ودوات فيكتب لنا ما أن تمسكنا بهما لن نذل بعده أبدا. البعض قالوا نأتي له بذلك والبعض رفض وصار خلاف حتى أن الرسول لم يقبل بذلك وخرج الجميع من حوله دون أن يوثق لهم في أحسن الأحوال هذا في أغلب الروايات وكتب التاريخ. في تلك اللحظة برز القرآنيون يعني فما من قال وهذا موجود في البخاري في مسلم وفي غيرهما من قال حسبنا كتاب الله القول لعمر أن نكتفي بالقرآن بيع في فهم معين. القرآنيون الجدد اليوم بطبيعة هم تجاوزوا ربما المقصد في تلك المرحلة إلى مقصد آخر هو أنه في نظر هؤلاء لسنا في حاجة إلى السنة ويمكن أن نكتفي بالقرآن بناء على الآية التي ذكرت وما فرقتنا في الكتاب من شيء وأن القرآن قادر أو يتضمن كل الحلول الأسئلة التي تطرحت أو يمكن أن تطرح على البشرية. هذا كان حمل تناول الموضوع تناول علمي أكاديمي تاريخي منطقي وفق ما حدث سي خالد بعد إذنك يعني أذكر المسألة بين قوسين ثم أعود إليك. هذه الآية وما فرطنا في الكتاب من شيء هل مقصود بالكتاب هو كتاب القرآن؟ ولا هو هنا ايش قلنا احنا هو يعني اللي هو المقصود لن كتاب وما فرضنا بالكتاب من شيء هل هو الكتاب اي القران هو هذا القران ام هو اللوح المحفوظ فهل يعني البعض يذهب الى انه اللوح المحفوظ السيوطي يذهب الى انه اللوح المحفوظ لا يقول الكتاب هو القران علاش هو ثم الكتاب وثم المصحف وثم القران وثم الدفتر وثم الفرقان نعم. ثم اسماء كثيره نعم فايها يصدق على هذا المدون بين الدفتين مصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس ثم أن القرآن هو الكتاب الخاتم للكتب السماوية فمنطقيا يجب أن يكون قد شمل كل ما سبق وأن يكون أيضا فيه أو يتضمن ما يساعد على الأقل في الحد الأدنى على الإجابة عن الأسئلة أو الإشكاليات التي يمكن أن تطرح أو تعترض الإنسانية في مستقبل الأيام إلى يوم القيامة. في جميع الأحوال سواء كان المقصود بالكتاب القرآن الذكر المصحف أم الكتاب في اللوح المحفوظ في بعض التخريجات الأخرى في بعض التأويلات بأي المفاهيم أخذنا فالقرآن حتى وإن كان بمفهومه كما هو متداول ذاك المدون والمجموع بين دفتي المصحف فهو يتضمن حلولا لكل الإشكالات التي يمكن تعترض الإنسانية لكن بشروط هذا عند من يقول بالقرآن فقط معناتها لا هذا القرآن والسنة والاجتهاد مش نقف عند السنة يعني احنا ما زلنا مش يعني هذه فقط كإشارة ممكن إشارة ممكن هذا التصور هو تصور يعني السؤال مازال مطروح ما مدى مازال مطروح لأنه بالنسبة للقرآنيين الجدد أنه لسنا في حاجة إلى السنة ولهنا السؤال الرئيس هل فعلا نحن لا نحتاج إلى السنة؟ نتركوا السؤال هذا سي خالد سنعود إليه تو السؤال المطروح هل فعلا أن القرآن قد اشتمل على كل ما تحتاجه البشرية عبر الزمن؟ السؤال لك تفضل سي جمال تفضل سأعود إليك سي الحبيب الطيبي بعد حين تفضل في قوله تعالى وما أقرب شوية وما فرطنا في الكتاب من شيء الكتاب بلغة فن اللغة العربية الألف العهدي
يعني الكتاب الذي عهدتموه هو القرآن حسب كثير من التفاسير. ما فرطنا في الكتاب من شيء إجمالا لا تفصيلا، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشاطبي، ويأتي التفصيل للمصادر الأخوة المصدر الثاني وهو السنة النبوية. السنة النبوية لها علاقة عضوية مترابطة بالقرآن، لا يمكن أن نفهم القرآن بمستوى الأحكام، لا يمكن نفهمه بدون الرجوع إلى السنة، وهذا بين في السنة تؤكد ما ورد في القرآن بتضافر الأدلة كما يقول الأصوليون، تقيد مطلقه، تفصل مجمله، تخصص عمومه، وهي أيضا كما درسنا تستقل ببعض الأحكام التشريعية. هذه في مستوى الدور. في مستوى الدور دي نحن دي. نريد أن نوضح يعني أكثر، هل فعلا أن القرآن قد اشتمل على كل ما يحتاجه الناس؟ نعم، بطريقة أو بأخرى إجمال كان بطريقة مثلا إجمال جلوبال مو بالفرنسوية بالتفصيل يأتي للسنة. القرآن اشتمل كل شيء، ليس بالتفصيل، التوضيح للسنة، أعطانا الخطوط العريضة لكل شيء، أمر باستعمال العقل، أمر بكذا، أمر بكذا، ولكن كيف التفصيل والشرح والبيان يأتي على سواء كان هذا في مجال العبادات أو في مجال المعاملات، في أغلب المجالات تقريبا. نعم. القرآن ورد فيه، لأنه لا يمكن أن يدخل القرآن كما في القواعد الفقهية. شو معنى القواعد الفقهية؟ هي تحتوي جميع الجزء جميع الجزئيات، تحتوي جميع الجزئيات. هي قاعدة تصار فيه، هي قاعدة. القرآن يعطب مثاله مثال القاعدة، وفي القاعدة يمكن أن نجد الحلول عندما نفصل ونذهب إلى التفاصيل. هذا هو دور السنة. تريد أن شئت تريد أن تقول أن القرآن كما قال علي بن أبي طالب أن القرآن لا ينطق بنفسه وإنما ينطق به الرجال. ينطق به الرجال طبعا، وإلى جانب الاجتهاد. هذا ينطق به الرجال يعني الاجتهاد. السنة ثم الاجتهاد. سأعود إليك، فهمت؟ ما زلت أطرح السؤال سي الحبيب، هل أن القرآن قد اشتمل على كل ما يحتاجه الناس سواء في علاقتهم بمولاهم أو علاقتهم بأنفسهم أو علاقتهم ببعضهم البعض أو علاقتهم بالكون؟ تقريب هذه المجال، ثمش مجال آخر معنا، فتفضل الكلمة لك سي الحبيب. شكرا لكم. هذه الآية فهمها صعب وإشكالي، وقراءتها يجب أن تكون قراءة مختلفة. نحن أمام المجرد والمجازي، لسنا أمام التفصيل والتوضيح. القرآن احتوى على كل شيء مما لا شك فيه، والمقصود بالكتاب هو القرآن، لا خلاف في ذلك، وإن رأى البعض خلاف ذلك. لكن كيف نقرأ هذه الآية؟ هل نعتقد أني حينما أريد أن أحقق أمرا سأفتح الكتاب وأجد الإجابة؟ ليس هذا المقصود. المقصود هو ما يحتاجه الإنسان في علاقته من ناحية بالله، وفي علاقته من ناحية بالبشر، موجود فيه، مؤسس، بين، واضح. إن شئت قرأت الشريعة بوضوح وببساطة وبسهولة وبتبسيط وتيسير، وإن شئت أيضا قرأت ذلك بحكمة وعلم، واستندت إلى أهل الرأي وأهل الفكر وأهل الفلسفة. القرآن فيه كل شيء ومن كل شيء، والنص القرآني لا يزال يؤول ولا يزال يقرأ بطرائق مختلفة عن الماضي بدليل، وهذا ما يدل في ذاته وفي حد ذاته على أن النص القرآني أوسع مما يمكن أن يتبناه العقل وأن يفهمه العقل وأن يتأوله العقل. نحن نريد أن نتأول النص القرآني ونقول هذا هو، هذا المعنى المقصود، ولكن يظل المعنى مفتوحا، ويظل نص القرآن مفتوحا، وسيظل مفتوحا. الأسس التي يحتاج إليها الإنسان، الأسس التي بها تتحدد خليفته أو خلافته في الأرض، موجود، واضح، بينة، سهلة، بسيطة جدا في تقديري يعني. شكرا سي الحبيب. إذن سي الحبيب يقول أن يعني الآية القرآن ربما أنه في مجمله واضح للعيان، ويمكن أن يأخذ منه كل يأخذ منه
بما وليه بثقافته بقراءته، كل حسب اختصاص، كل حسب اختصاص. ولكن هناك آيات محكمات يعني هي في حاجة إلى علم ومعرفة، كما ذهبت إليها أيضا، في حاجة إلى علم ومعرفة. ولذلك نجد أن في كثير من الآيات تنزل الصحابة يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليوضح هذه الآيات وليبين هذه الآيات، ونلقاه طور. وإحنا أمام السؤال المطروح اللي هو ما مدى يعني حاجة يعني وجاهة القول بعدم الأخذ بالسنة مصدر للتشريع. أعطينا نتكلموا على العلاقة الساعة، هل توجد علاقة لزومية؟ سنصلي للجواب على السؤال ضمنيا يعني. سي خالد الكلمة لك. شكرا سي الأزهر وبقية الأخوة اللي ذكروها السي الحبيب والسي جمال، مهم جدا، لأنه قبل أن نجيب تكون الإجابة علمية وفيها الكثير من الدقة والمنطقية والواقعية والعلمية، لابد أن نمهد ببعض المسائل. أولا عندما نقول أن القرآن هذا الكتاب اللي تقول الآية وما فرطنا في الكتاب من شيء، من شيء يعني المطلق، بل من جاوبه يلزم يكون عندنا دراية على طبيعة الخطاب القرآني، طبيعة النص القرآني، لأنه ربما العامي أو العامة ينتظروا أنه القرآن كيف يرجع له باش يقول له كيف يتعامل مع فلان ولا في المشكلة الفلانية بكل بساطة. لكن القرآن عالج كل ما يمكن، كل ما يعترض الإنسان وكل ما يمكن أن يعترضه، هذا كامن أو متضمن في النص القرآني. من سيستخرج لنا هذه الإجابات عن الأسئلة التي تعترضنا ويمكن أن تعترضنا في المستقبل؟ هو لابد أن يكون هذا الذي يقرأ القرآن ليبحث عن حلول، لابد أن يتوفر فيه جملة من الشروط، وهذا ربما توهزنا بعدين للاجتهاد وشروط المجتهد وآلياته إلى غير ذلك. النص القرآني فيه أنماط كثيرة من الخطاب كما ذكر جمال، فيها العام وفيها الخاص وفيها المطلق وفيها المجمل وفيها الفلسفي، فيها المقيد وفيها المقيد، وفيها أيضا اللي يحكي على أمم سابقة، وفيها اللي يحكي حتى على المستقبل. نعم، لأنه رأوا كان نحبوا نتعمقوا في المسائل ربما الوقت نفيش، وفي علاقة الإنسان بالكون وعلاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسان بأخي الإنسان. أنا خلق الكون، خلق الكون راهو هذه العامي، وحتى ربما اللي متعلم واللي حتى وصل درجات متقدمة من العلم في اختصاص معين علميا لا يستطيع أن يفهم الخطاب القرآني في علاقاته مثلا بنظرية خلق الكون. نعم، وثم اليوم قراءات كثيرة في هذا المجال. في المجال التشريعي أيضا إذا ما يكونش الإنسان مختص، أولا ساعة هو عنده إحاطة بكل النص القرآني بأغلب التفسير، أغلب الدراسات حول النص القرآني، وعنده أيضا دراية بكيف فسر الرسول صلى الله عليه وآله الآية أو الآيات أو السورة في الأحكام أو في المعاملات أو 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 أو, أو حتى في العقيدة كان حبه، كيف فسرها في لحظتها، وهل أن ذلك التفسير توقف عند ذاك التفسير أم أنه كان تفسير يراعي المستوى الذهني للمخاطب في تلك المرحلة. والقرآن هو كتاب هداية بالأساس، لكن فيه إشارات علمية، فيه إشارات بلاغية، فيه إشارات فلسفية لغوية، حتى أن اللغويين وهم اللغويين لما يختلفوا في بعض المسائل الحل يجدونه في النص القرآني وهكذا. اللي حبيت نوصل له أنا وحب نبينه للسادة المستمعين بكل اختصار وطريقة مبسطة، أن القرآن شامل وفيه إجابات لجميع ما يعترض الإنسان. المشكل مش في النص القرآني، المشكل في من يقرأ النص القرآني، هل توفرت فيه الشروط، كل الشروط ليحيط بدلالات ومقاصد النص القرآني. ثم من بين المداخل التفسيرية والتأويلية هو المقاصد، هل أنه مقصد الآية أو الحكم هو هذا الذي وصلنا إليه في لحظة تاريخية معينة، أم أنه المقصد لم نصل إليه بعد؟ في بعض الروايات وبعض التفسير نجد في سورة النصر اللي ربما الكثيرين في تقديرهم أنه فسرت في لحظة تاريخية ما في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة في بعض التفسير نجد أن بعض المفسرين يقولون، ورواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، هذا تفسير أو تأويل هذه السورة لم يأتي بعد. إذا جاء نصر الله والفتح، هل جاء نصر الله بالمعنى العام المطلق في سورة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله العمر، والقوة في الآية في بقية الآية، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله،
ما علاقة نصر أو انتصار الروم في أدنى الأرض في بضع السنين ويفرح من بنصر الله؟ التوحيد ثم حتى معنى أنه الرسالة تعم الكرة الأرضية تعم البشرية، لأنه التطبيق الكلي للإسلام بالتالي لما جاء في القرآن ثم السنة وراء لم يعم البشرية، بدليل أن الواقع اليوم مش الناس كلها أو العالم كله على نفس الفهم والقراءة أو اتباع. يعني ما زلنا ننتظر في لحظات أنه هذا القرآن، هذا الإسلام، هذه الثقافة، هذا الدين سيكون هو الدين الخاتم لما يعم تطبيقه كل البشرية وتتقبله البشرية بتسليم، مثل ما ذكرنا في الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا بسم حرج مما قضيت وسلم تسليم. يعني الإيمان والإسلام والتسليم. ثم قول محمد أركون في هذا السياق، وهو من بين أهم المعاصرين الذين درسوا النص القرآني بالمعنى العلمي بالمعنى التأويلي إلى حد ما، وعنده قولة ممتازة برشا في هذا السياق، يقول وهي من عناصر قوة النص القرآني، يقول من عناصر قوة النص القرآني وهو من أقوى النصوص، كنحب نقارنه مع نصوص أخرى فلسفية ودبي وغيرها، أنه قابل لأن يعني باستمرار. وقال ليش تم قول أخرى رواية عن ابن طالب والأخي مأخوذ عطانا رسول الله، يقول أن هذا القرآن سيعود يوم القيامة بكرا كما جاء، يعني حتى على مستوى التفسير والتأويلات. العقل البشري، شو أنا هذا حد من أهمية ومكانة العقل، لكن العقل هو في حدته يسلم بمحدوديته أمام المستجدات وتطورات الحديث الغريب. أنا سيعود نص القرآني بكرا كما بدأ، كما جاء في بداية الأمر، رغم القراءات والتأويلات والتفسيرات، ورغم ما ورثناه من تفسيرات ومن تأويلات عن الرسول وعن كثير من العلماء والدارسين. لكن السي خالد، يعني فيما ذهبت إليه شيء مهم، لكن من خلال الحديث الذي ذكرته هنا ألا نفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال قوله أن سيعود يعني القرآن بك يوم القيامة، يعني كما يعني بدأ أو كما جاء، ألا نفهم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا أن يعني النص القرآني مفتوح ولكل قراءته، ولا يمكن يعني لأحد أن يقول يعني ها هي الحقيقة عندي صحيح. ولكن وضع الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الشروط لقراءة هذا النص. سي جمال، النص القرآني إما نزل بداية أو نزل لسبب أو نزل لواقعة، لا يخرج عن هذا الثلوث. إما نزل بداية، يعني بداية لتغيير تغيير الحياة كلها صلى الله عليه وسلم، أو لسؤال يعني يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت الناس، يسألونك عن المحيض قل هو أذن فعدزوا النساء في المحيض، يسألون ماذا ينفقون قل العفو، أو لواقعة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها، يعني أو بداية، لا يخرج عن هذا الثلث. طيب، مسألة ما يسمى بأسباب النزول اعترض عليه كثير من العلماء، بدلا من قول بأسباب النزول يقولوا مناسبات النزول، لأن كلمة سبب تعني الشرطية، يعني ما كان كأن القرآن ما كان لينزل إلا لوجود حادث، وهذا غير لا عاد ما هو هذا معنى السبب، هذا معنى السبب، لا هذا قراءة، يعني السبب والمسبب مرتبطين. أنا ذاك علاش ذكرت لك، قلت لك القرآن لم يزل كله لسؤال أو لواقع، ما هي هذه الأسباب، لكن هل نزل كله لهذه الأسباب سوى واقع؟ نزل بداية، نزل لتغيير الواقع، نزل ابتداء كمنهج عام للبشرية، ونزل بمناسبات معينة، هذا من باب التلاقى مع الواقع والتفاعل مع الواقع، ولكن الواقع ليس شرطا في نزول. طيب، في مسألة الواقع وفي مسألة السؤال، أين يهرع الناس أنذاك؟ يسألون من؟ ما في السؤال بالضبط، يسألون من أنذاك في وقت يعني في وقت نزول الوحي، الناس يسألون ويتساءلون من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرجع وهو المفزع في كل ما يحصل في حياة المسلمين، هم يعودون إليه. يعودون إليه، يعني هو كمصدر الشريعة، هو مصدر ثاني من مصادر تفسير القرآن وبيان الأحكام. نريد أن نؤكد على هذه المسألة، ما هو الدور الذي تلعبه السنة في علاقتها بالقرآن الكريم بأمثلة دقيقة وأدلة واضحة؟ المستمعين، نعم، وظيفة تحضر لديك، نعم، هي وظيفة نعم الوظيفة، نعم الوظيفة، وظيفة السنة هي تقريبا أربعة مستويات. أولا دعم
بتضافر الأدلة الأمر القرآن وبالحج، فالسنة أيضا أمرت بالحج، وهذا يقول الأصوليون بتضافر الأدلة، تلاقي الأدلة. وأيضا السنة النبوية تفصل ما ورد مجملا في القرآن، لولا السنة لما استطعنا الصلاة. القرآن أمر بالصلاة، ولكن كيف؟ يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، تقييد ما ورد مطلقا، حكم القطع اليد ورد مطلقا في القرآن. هناك من يقول لك أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أنا ما رأيته يصلي. لا، هذه وردت بالتواتر، كيف يصلي المسلمون إلى يوم الناس هذا؟ ما هم تلقى أنفسهم يعني هل صلوا هكذا بدون؟ أكيد يكون فما عملية تواتر. وتقييد المطلق، لأنه يعني مثلا ناخذ آية الحد، حد السارق، كلمة يد، يد في العربية من هنا، يد أو من هنا أو من هنا، يتساءل الصحابة يتساءل نحن، وكثير من الناس اليوم يفهمون خطأ، يعني لو كنا نطبقوا حد السرقة هذه بالإضافة إلى الشروط اللي وضعها وضعها الفقهاء هذه قطع اليد، تقول إنه هنقصرها كثير وكمان نطبقوا طريقة، طريقة تطبيق هذا مش يكون طريقة عشوائية ومضرة بالتشريع نفسه. هذا تقييد وتخصيص ما ورد عاما الوصية من بعد وصية يوصي نبيه أو دي جي السنة النبوية السنة النبوية الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك ورثة الأغنياء خير من أن تتركهم فقراء، ولا وصية لوارث، ولا وصية لوارث، وتخصيص ما ورد عام وتفصيل المجمل تقييد كل هذه، وتستقل السنة بعض الأحكام الشرعية، ولكن لا يفهم من استقلال السنة أنها مضادة للنص القرآني. السنة القرآن أما نهى عن الجمع بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، ما قد سلف الجاهلية يعني. خلى الإسلام هو في الجاهلية عنده ثلاثة وأربعة نساء، الإسلام لا يحكم عليه بالطلاق، هي عبارة طلاق خلف الإسلام، لا إلا ما قد سلف. في الإسلام يحرم الجمع بين الأختين، لكن بالقرآن جت السنة النبوية حرمت الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وإلى آخره، وقننت هذه المسألة. وفيما يخص المأكولات والمطعومات، حرمت السنة النبوية سباع الطير وسباع العوش من ذلك، وحرمت الذهب عن الرجال. وهذه الأحكام التي جاء بها الرسول والتي تقلت بها السنة النبوية لا تتعارض مع جوهر النص. لا يجب أن نفهم أن استقلال السنة أن السنة سواء كانت مستقلة أو متواصلة مع القرآن أن في تعارض مع النص. المشكلة المطروح ما يسمى بالقرآنيون، الفرق بين القرآنيين القدامى من باب التقديس والقداسة لكتاب الله، أما القرآنيون اليوم يختلفون تماما، فهم ضرب للإسلام في عمق. هذا سنتي سنة هذا سنتيه لاحقا، شكرا في مذهب إليه، سنتيه لاحقا بالتدرج. سلحبي آية قرآني يعني كثير في القرآن موجود، آيات كثيرة وآية كثيرة في القرآن، من مثل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، من مثل قوله تعالى أيها الذين آمنوا اطيعوا الله والرسول، من مثل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآيات يعني وكثر منهم الذين يستمعون إلينا، ماذا تمثل لدينا هذه الآيات؟ على ماذا تحيل بعبارة أخرى؟ الكلمة تعود إليك بعدما نخرج فاصل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. شكرا. إذا كل نهار جمعة على الحياة فهم. مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم من جديد، عدنا والعود أحمد في موضوع الذي نطرحه هو علاقة السنة بالقرآن. ما زلنا نواصل يعني في هذا الموضوع نظرا لأهميته. سي الحبيب، آية كثير في القرآن يؤكد على أهمية بل فرضية طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرنا آية كثيرا لمن هو، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، قوله يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله واتقوا الرسول، فعل الأمر يفيد الوجوب وطاعت الله سبحانه، طاعت الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعت الله، من طاعت الله وغيره كثير في القرآن. الذين يقولون نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، ها هو آية في القرآن يقول خذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يأخذوا بهذه الآية الآيات؟ كلمة لك سلحبي تفضل.
يعني ماذا تقول في الآيات وماذا تقول لهؤلاء الذين يعني وكأنهم مروا على هذه الآيات يعني مرور اللئام. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. قرآنيون في الحقيقة يثيرون مشكلة خطيرة جدا، هم ينطلقون من فرضية: نحن لا نؤمن إلا بالقرآن، ولكن القرآن في ذاته يعبر عن أطروحة مخالفة لوجهة نظرهم لأطروحتهم، فهو يدحض فعلا رأيهم. الآيات المذكورات منذ حين، هناك كثير من الآيات، احنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله، يعني الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين إلى آخره. إذن هذه النصوص هي حجة ثابتة واضحة بينة حكيمة تؤكد هذه العلاقة التلازمية بين القرآن والسنة. إحنا ما نقول أنا قرآني لا أؤمن بالسنة، فماذا أفعل لهذه الآيات؟ هل هذه الآيات بعد حينئذ تنتمي إلى النص القرآني أم لا؟ النص بتبيع القرآني يدحض هذه الأطروحة، أطروحة من يميل إلى القول بأنني قرآني وأنا لا أؤمن إلا بما جاء في القرآن. هذه هي وجهة نظر قاصرة. الشعائر الدينية في ذاتها، من شرحها، من وضحها، من بينها، من فسرها؟ هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قد تشك أيها القرآني فيما شئت، ولكن هناك ثوابت بينة واضحة أجمع عليها التراث، لم يشكك فيها أحد، لم يشكك أحد في أن صلاة العصر 4 ركعات، لا خلافة هنا في أن صلاة العصر 4 ركعات، من بين ذلك؟ لا خلاف في أن صلاة الظهر 4 ركعات، ولا خلاف في أن صلاة الصبح 2 ركعات، من وضح ذلك ومن بين ذلك؟ القرآن قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يبين، من بين ذلك؟ نعم. هو الرسول، هذه هي العلاقة الإزومية. ما هناك جاء 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 من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا نبي الله، أنا أحبك، نحن نحبك، فبين لهم الله سبحانه وتعالى من خلال كتابه العزيز أن الذي يحب الله أو يحب الرسول فما عليه إلا أن يحب الله، ومحبة الله موصولة بحلاوة الإيمان. هذا كثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني لا أثرة أمام ما أمر به الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا مجال للوجدان، لا مجال الأزهر أن لا تكون للمؤمنين الخيار. هذا هو الله، لا هذا هو الجانب الوجداني، معنى الإيمان، لا هذا هو، يعني لا يمكن في المسائل البينة والواضحة إذا توفرت شروطها أن نجتهد، لا داعي للاجتهاد، لا مجال للاجتهاد في هذا الباب. منذ حين هناك جنازة صلينا صلاة الجنازة، قيل لي أن الحرارة مرتفعة ويحسن أن نؤجل دفنه إلى ما بعد صلاة العصر، فهل يجوز أن تبقى الجنازة داخل المصلى؟ فماذا قلنا معناه؟ قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إكرام الميت دفنه،
هل يجب أن نعثر على هذه المسائل في القرآن الكريم؟ لا أبدا. وهذه المسائل أيضا موثقة مجمع عليها لا خلاف في ذلك. إذن الرأي القرآن الرأي الذي يميل إلى القول تمسك بالقرآن تمسك معناها أو بالتمذهب. دعني 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 أوضح. ما أردت أن أقول سامي نقول الاكتفاء بالقرآن. هذا اللي يحبوها أن نكتفي بالقرآن. هم لا يكتفون بالقرآن سامحني. سخارد 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 تو نوصلوا شوي. هو لا يحب لا يكتفي لا بالقرآن. لا 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 أعترض على هذه التسمية. تو نوصل فهمت سامي. شو معناه شكرا سخارد. أنا لا أعترض على هذه المسألة. أنا أقول بمن يميل إلى أطروحة تزعم أنها لا تؤمن إلا بالقرآن. في الحقيقة هذه الأطروحة متناقضة. إيش تقصد؟ إيش تقصد سلاحبية بالأطروحة؟ إيش تقصد بيها؟ هؤلاء من يسمي هؤلاء الذين يسمون أنفسهم قرآنيين. أنت لا تؤمن بما جاء في القرآن يا سيدي. القرآن قال لك. يا تزييف هذا. أي القرآن قال لك من أطاع رسوله فقد أطاع الله. أي ماذا سنفعل؟ إذا أي وتروح تتحدث عنها سيدي. كيف سأكون قرآنيا بهذا المعنى؟ هناك تناقض. هذاك ضعف. هذاك سألتك علاش قلت لك أي وتروح تتحدث عنها. هذا ما نعرفش أنا هذايا. هذا انا نتصور هذا تملص. هذا تملص في النهايه مش يوصل انه يتملص من القران والسنه الكل في كل وقت. انا اصلي الى ذلك سيد حبيبي. يعني احسنت فيما ذهبت اليه يعني من توضيح ودقه في التوضيح. السنه النبويه في علاقتها بالقران يعني كما قال بكري زاد السي جمال قال يعني توضح وتفسر وتقيد وتخصص والى غير ذلك. ناخذ امثله للذكر فقط. يعني فهمت قال ربي سبحانه وتعالى في الآية القرآنية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أحلت لكم ميتتان ودمان، ميتة البحر وميتة الجراد ودم الكبد ودم الطحال، ويستثني من ذلك والسارق 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 فقطع أيديهم. يجي السنة وتحدد القطع منين كذلك. كما أن السنة أيضا يعني تستقل بالتشريع. هذا وقفنا عنده ووقفنا عند أن القرآن يؤكد بما لا لبس فيه. أليس كذلك سي الحبيب؟ أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله. انطلاقا سي خالد انطلاقا من الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل يقول أنا القرآن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإلا لا؟ ما هذه الشهادة يعني كمؤمن هذه ما مش يدخل من الباب هذا هكا ولا فهمت. ماذا تعني له العلاقة بين الله والرسول في الشهادة في الشهادتين؟ يعني نقف عند هذا ثم نمر فيما بعد إلى أن كيف أن يعني علم الجرح والتعديل وضع يعني أسباب في شروط في السند وشروط في المتن لتمييز الرواية الصحيحة من الرواية المكذوبة، ونشوف هالمهمة هذه الصعبة اللي هي مهمة الجرح والتعديل واللي تحملها علماء الحديث لتمييز الرواية الصحيحة من الرواية المكذوبة ولرد الأحاديث الموضوع. الكلمة لك سيف. تفضل. شكرا سي الأزهر. احنا في اللقاء السابق كنا توقفنا عند طبيعة العلاقة بين مكوني الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والعلاقة علاقة تلازمية تكاملية ولا يمكن الفصل بينهم، بل أنه أهم ما يأتي في منطوق الشهادتين هو المكانة التي شرف الله سبحانه وتعالى بها السيد الخلق صلى الله عليه وسلم وجعله قرينه في التوحيد. نعم. هذا لما نرجع إلى التشريع، ويمكن الخلاف هنا باش يكون خطاب علمي يكونش انفعالي أو عاطفي في مناقشة القرآنيين العلميين على الأقل مش مشكلة. ثم القرآني اللي هو ربما عنده غاية في النهاية ضرب القرآن والسنة معا وما عندهش مشكلة في ضرب الدين ككل. أما ثم القرآنيين اللي أو القرآنيون العلميون اللي يبحثوا على مداخل علمية لفهم الدين بصفة عامة. نعم. يقول لك أنه السنة فيها الكثير من الإشكالات الموضوع والمشتبه والغريب والمتناقض وغيره. فيقول لك الأحرى أو الأولى أن نأخذ ديني من القرآن، لكن هذا فيه إشكال آخر اللي توقع نحكي فيه سي حبيب ويمكن توسعوا فيه أيضا. طبيعة العلاقة بين مكوني نص الشهادتين يؤكد على أهمية السنة النبوية وعلى ضرورة السنة النبوية لفهم نص القرآن. نعم. لأنه لا يمكن أن نفهم القرآن بمعزل عن السنة.
والأمثلة كثيرة. نأخذ كل ما يتعلق بالأركان الخمس، الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، وحتى في بعض المسائل الاجتماعية الحياتية اللي عاشوها المسلمين، وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الوحي هو الذي بيّن تلك المسائل، مسائل كثيرة. إذا كان نلغو السنة مطلقا، لو حتى القرآن بحد ذاته علميا لا يستطيع فهم نص القرآن، لأن أسباب النزول أو المناسبات، نقول مش مشكلة في التسمية، مناسبات أو أسباب نزول، رغم أنه الأشهر والمشهور هو القرآن مش نزول الكل أسباب نزول، نعم. هي جملة من آيات، بعض آيات ارتبطت بأسباب معينة، ثم آيات نزلت ابتداء، نعم. بدلش كنت مسؤول، نعم. وثم آيات جاءت حتى استشراف للمستقبل، ذكرنا سورة الروم وغيرها من المسائل. وفي كثير من الأحيان حتى سبب النزول يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى تأكيد من ناحية، فهمت، وتوضيح، يحتاج توضيح. ثم أنه سبب النزول أحيانا لما نخرجه من سياقه ما نفهموش الآية كما ينبغي، وفي بعض التخريجات الأخرى سبب النزول صحيح، تم سبب النزول تم خصوصية لنزول آية معينة في حكم معين في مسألة معينة، لكن العبرة على أهمية سبب النزول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن خصوص السبب سيساعد القارئة والباحثة والدارسة و على الفهم الدقيق للآية، حتى لا نبعد أو نخرج عن المقصد في سياقه، حتى لا نخرج عن المقصد من نزول الآية أو مقصد هذا الحكم في حد ذاته، لأنه الأحكام وفي الحدود يذكرها سي جمال، عندنا رواية تقول ادرأوا الحدود بالشبهات، حتى الحدود حتى في تطبيقها، فيها التفاصيل، حتى في معنى القطع سي جمال من الأسرة، إضافة إلى تحديد اليد في لأن ضرورة العودة للغة العربية، ما المقصود باليد؟ هل هي الكف؟ هل هي إلى المرفقين؟ المرفق هل هي إلى الكتف؟ في أي جزء من اليد يمكن أن نقول هذه اليد؟ ثم حتى في مفهوم القطع في حد ذاته، هل القطع هو بمعنى النبتورة البتر الكل اليد، وإلا كما في بعض التفسير وبعض التأويلات هو الجرح فقط؟ قطعنا عندنا في سورة يوسف عليه السلام، ماذا تقول الآية؟ قطعنا، قطعنا في اللغة العربية صحبيب هي في دلالة الفعل أشد وأعمق من قطع، أو قطع بمعنى تطبيق الحكم، إذا كان قطعوا أيديهن ثابت أنه جرحوا أيديهن، مش قص مخصوش وبحهم أيديه، فقط تم جروح، اسمه جرح مبالغة في الفعل، بالضبط مبالغة في الفعل، إذا كان هذا قطعوا بهذا المعنى أو بهذا الفهم وهذا التأويل. الصورة الجميلة في أنه فعلنا ذلك دون وعي وإدراك. وإحنا يهمنا للناس. يعني إلى الحد أنه من يقطع يده، من يجرح نفسه دون أن يشعر في تلك اللحظة بالألم. يعني أنا بحط في سياق معين، في سياق معين. هدفي أن نحب نسلس عليه هو في مفهوم قطع، وقطع قطع أشد في اللغة العربية، لكن قطع لما نشوفه في تطبيقها العملي حسب ما جاء في التفسير لسورة يوسف، قطع دي هنا يعني ثمة جروح مبالغة القطع، ذلك كيف سيكون إذا كان هذا قطع؟ أفعل شخصنا سيظهر وبقية الأخوة فهم النص القرآني فهما علميا يحتاج إلى شروط كثيرة، لكن حتى مع القرآنيين، لكن القطع هو لكن القطع هو حد الرسول صلى الله عليه وسلم، تنبق الرسول جاء وتنبق القطعية المرأة المخجومين، نعم. ليش لأن الحاجة إلى العودة إلى كيف فهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف فسر الرسول، كيف طبق الرسول القرآن، تو بعد نوصل لنتيجة طبيعية منطقية علمية، هل نحتاج أو هل يمكن أن نفصل بين القرآن والسنة أم لا، وإلى أي حد؟ لما تكون الغاية علمية، ولما يكون المنهج علمي والمقصد فيه صدقية وفيه نبل وفيه إخلاص وفيه وفاء وفيه حكمة، توصل إلى حلول حتى مع القرآنيين الذين لهم خلفية القطع مع كل ما هو دين بصفة عامة، نعم. لأن النص القرآني في حداته الذي هم يريدون التمسك به دون غيره هو نفسه يلزمهم بالعودة إلى السنة النبوية، لكن أي سنة نبوية؟ ولهنا ربما البعض من القرآنيين يقول لك أنا راني نمشي للقرآن لأن السنة فيها إشكالات، هات نتفقوا، هات نبحثوا، هات ندرسوا، هات نغربلوا،
تو نخرج. وهذا ما قام به الكثير من العلماء، ربما هذه في سياق آخر نحكي على بعض العلوم في الحديث النبوي لتمييز الصحيح من الموضوع من المكذوب إلى غير ذلك. إيه هو تو هذا السؤال المطروح، يعني بعد ما أنه أكد سيأتيك الحبيب، يعني بعد ما أكد القرآن على الأخذ بالمصدر الثاني من مصدر التشريع، وبعد ما تأكد لدينا أنه لا يمكن يعني فهم المصدر الأول إلا باعتماد المصدر الثاني وهي السنة النبوية، لكن في السنة النبوية أحاديث والأحاديث متنوعة ومراتب الحديث كثير، مراتب الحديث كثير. السؤال المطروح هو ما هو يعني هذا العلم وما هي شروطه؟ هل العلم اللي وضعه علماء الحديث لرد الموضوعات لتمييز الرواية الصحيحة من الرواية المكذوبة؟ احسبوا انهم وضعوا علما اسمه علم الجرح والتعديل، ووضعوا هذا العلم يضع في السند شروطا وفي المتن شروطا لتمييز. مش علم واحد، هو علم الجرح والتعديل، هو علم من بين ثم علم الجرح والتعديل ثم علم الرجال ثم العلم اللي اشرنا له في فترة سابقة. وللاسف هذا العلم حتى لدى الكثير من المختصين مش ماخذ حظه كمان بغي حتى على مستوى تدريسه وتطبيقه، هو علم فقه الحديث. اي نعرف في بالنسبه لعلم الرجال راه فيه جزء من علم الجرح والتعديل يدخل غاديك. نعم يدخل غاديك الان فهمت. طيب احنا طرحنا هذا السؤال، هذا السؤال اللي جاب عنه نعود اليه بعد الفاصل. مستمعينا الفاضل لا تذهبوا بعيدا، سي الحبيب اعود اليك بعد الفاصل. شكرا. اذا كل نهار جمعه على الحياه فهم. أهلا بمستمعينا من جديد، عدنا والعود أحمد في برنامجكم إذاعات من خلال إذاعتكم المفضلة إذاعة الحياة FM القيروان للصحة، في مواصلة مع الموضوع المطروح علاقة السنة بالقرآن. سي الحبيب قبل أن نمر إلى العلم علم الجرح والتعديل وهذا العلم وما وضع من شروط في السند وشروط في المتن لتمييز الرواية الصحيحة من الرواية المكذوبة وليرد الموضوعات، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشر، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هل نفهم من خلال هذه الآية أن السنة هي وحي من الله؟ كلمة لك سي الحبيب. شكرا بارك الله فيكم. هذا في الحقيقة سؤال ذكي، وهذا موضوع مهم برشا معناها في هذه القضية، في هذه القضية التي تعالجه، وفعلا لابد من طرحها قبل حتى إشكالات أخرى. نعم نعم. مما لا شك فيه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر كالناس. هناك سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. نعم في نعم. الحديث النبوي يقول إن أنا إلا بشر، معناه في في الحديث الخاص بإشكالية إشكالية النخل، إشكالية جنين تأبير النخل. نعم نعم، مسألة تأبير النخل نعم. هناك مسألة واضحة علينا أن نفرق بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي ونبي الله. نعم. وبين الحالات التي يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بشرا يخطئ ويصيبك أيها الناس، يعني التمييز بين هذا وذاك بسيط لا يمثل إلا أنا 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 بشر أخطأ وتحمل مسؤولية الخطأ، لكن النبي لما يخطئ يوجهه الوحي لا يتركه في خطئه. وهذا يدخل في إطار، شكرا وبارك الله فيكم، في هذا يدخل في إطار أنه مأمور. هذا الفرق معناها، هذا الفرق بين النبي الإنسان أنه يخطئ ويري فيها دراسات، وثم دراسات تقول هذا مما ركب أن يخطئ لتبرير أخطاء من جاء بعده. أمره في الأصل عندما نقول معصوم، وهذا بالمنطق، أي. إما أن يكون معصوما فتصح عليه هذه التسمية وهذا المفهوم، أو أن لا يكون كذلك، لأنه راه نجم يكون معصوم حياته كاملة يكفي في لحظة في آخر حياته عمل تخرج خرج مفهوم معصوم ما عادش يصدق عليه. ليش تسمى ذاتية؟ صحيح، هي عصمة. الله يعصمه. صحيح. والله يعصمه كبير الخطأ. وهي ولهنا القوة يا جماعة، وقت تكون العصمة مش ذاتية، يعني أنا وأنت يمكن أحيانا حاجاتنا
نترفعوا عليها وحاجات يمكن نخطئوا فيها ونتحمل مسؤوليتنا نكون بالضبط. لكن لما نكون انا العصمه من الله، الايه القرانيه تقول جمال هنا تكسعف في تذكرنا بالايه هذه، يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. هنا في مفهوم هل ان السنه هي عمل بامر الهي، وقال لي هي عمل مندات الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني العصمة إلهية، ولما تكون العصمة إلهية هذا باش يأكد منطقية مفهوم العصمة أنها عصمة شاملة، وهذا اللي باش يخلينا نتجاوزوا المقولة أنه يخطئ ويصيب حتى في بشريته. لما نقولوا أن الرسول في موقع معين من الشرف ومن المنزل ومن المكان ومن الفضل، هو قدوة يجب أن يكون في أعلى المراتب، حتى أنه إبراهيم عليه السلام لما عرف هذه المرتبة لم يتجرع بين قوسين على طلب أن يكون في هذا المستوى، بل قال يا ربي اجعلني من أتباعه، أشقول وأنا أول المسلمين. لما عرف أن دينه الإسلام ودينه بهذه العظمة، قال له أنا اجعلني من هذا أتباع هذا الدين وأنا أول المسلمين. شكرا تعود لك الكلمة بعد المدرسة حتى باش ما يفهموش السادة المستمعين أنه راه الرسول هذا معنى راه غير دقيق أنه يخطئ. شكرا. أنا حلنا من نختلف، احنا في نفس الخط. انا استعملت عبارة مأمور، استعملت معناها كلمة باش تفهمها الناس. احنا هو لا ينطق عن الهواء فيما امر به، ليس في حياته الذاتية البسيطة، فيما امر به فقط، فيما امر به. هذا راهو الحبيب ادن راهو عند البعض، عند البعض يقول لك فيما امر به، لكن هو راهو هو وجميع الانبياء في المأمورون، وما عندهمش فراه فرق كبير بين حياته الشخصية وحياته يعني الدينية. وكعليش حتى في المفهوم بالمعنى العلمي راهو الفصل بين الديني والدنيوي إذا جاز فهو فصل إجرائي، مش فصل حقيقي. كعليش الدين والحياة، كل ما هو حياة فهو دين، كل عمل نقوم به هو دين، هو عبادة، بشرط سيد برش أن تكون غايته مرضات الله سبحانه وتعالى خالصا لوجه الله صالحا وخالصا. دونك حتى لو فصل بين الدين والدنيا وفيه نعم خالصا وصالحا بشر مثلا، لكن لا يجب ولا تفهم بالمعنى، يجب ولا تفهم بالمعنى، لا يجب ولا تفهم بالمعنى السطحي والبسيط. معنى السطحي الرسول صلى الله عليه وسلم راهو مأمور في المقام، علمه الرسول، علمه ربنا، علمه ربنا ديننا، أوحى إليه قرآننا فأفهمه كل ذلك، علمنا ذلك ووصلنا ذلك من خلال النص القرآني في ذاته أو من خلال الرواية عن طريق السنة. هذا لا شك ولا خلاف في هذه المسائل. شكرا سي الحبيب، نقف عند هذا الحد وحيل الكلمة إلى سي جمال، سواء في مستوى الآية أو في مستوى الرسول ولا ما ينطق عن لا ما ينطق عن الله وأنه هو الوحي. هما يتكاملوا سي جمال المعنى إن هو إلا وحي، إن هو إلا وحي يوحى. نعم سواء في إطار هذه الآية أو سنتحول إلى سؤال المطروح هو علم الجرح والتعديل ومفهوم علم الجرح والتعديل. ما ثبت من أحاديث نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم هي وحي بنص القرآن، هي وحي. لكن شنو الفرق؟ الإشكال أنا ما الفرق بين القرآن والحديث؟ القرآن اللفظ والمعنى إلهي، الحديث اللفظ الرسول والمعنى إلهي. وني الفرق بين ما الذي يجب لا يجوز أن نروي القرآن بالمعنى بينما يجوز للسنة أن نرويها بالمعنى إذا كنا مش حافظين. إذن ما هو الحديث القدس؟ الحديث القدسي في السياق، فيما يرويه عن ربي في تبارك وتعالى، مش عن 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 انت مشكل عن عن في الحديث القدسي. ما رأيك في الذين يقولون أن الحديث النبوي هو لفظا ومعنى من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا يطلب تقييس نظر في إذا استندت إلى الآية وما ينطق عن الهوى لا يكون لا يستقيم هذا. لا، المعنى يأتي به لأنه استقر في ذاته في نفسه. هذا المعنى الهي. اي لا استقر في ذاته، لانه انت هناك اشياء يعني تاتي بها انت ولكن هي مستقره في ذاتك ايضا. وما يقوله الرسول نحن نعمل به في مجال التشريع، ما كان تشريعا
وهذا المقصود ما ينتفع منها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع. يشرع ما... ليس كل ليس كل ما يقوم به هو تشريع، يعني حديث تعبير النخ كثير من الأشياء. لا 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 فيما يشرع هذا غير دقيق يا رب، مش كل فيها تعبير النخ مش مستحيل. فيما يشرع فيما يشرع لا تتعارض مع في أمور الشريعة. فما إشكال كبير ياسر اليوم عند انتهفه من الناس هو عدم التفريق بين السيرة والسنة. اي لا لابد ان نفرق. السيرة هي حياته الشخصية، قد نتبعه فيما يفعله، لكن حياته الشخصية أيضا هي محفوظة. رأي هي محفوظة سلازل، وهي تشريع. لأنه سي جمال سامحني بين قوسين، لو كان نمشي في الاتجاه هذايا رانا نأكدوا في المنحى العلماني بين قوسين أنه فصل بين الدين والدنيا، وللأسف هذا يوقع فيه الكثير من الدارسين حتى وهم غايرين على الدين من حيث لا يشعر. وقت يقول هذا دنيوي بالمعنى الدنيوي، لا نقول هذا دنيوي وهذا ديني، لو هو نفس منطق العلماني يقول لك الدين مجاله كذا طقسي وفي حياته الخاصه يعمل اللي يحب. لكن في المعنى الدقيق العلمي للدين للرساله وللكتاب وللسنه، كل ما يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو تشريع. لانه التشريع مش فقط راه بالمعنى العبادي العقائدي الطقوسي، حتى في الاجتماعي تشريع. احنا مش عندنا تشريعات اجتماعيه، تشريعات اقتصاديه، تشريعات تربويه علميه صحيه، في كل هذه المجالات هي تشريع. لكن التشريعات حسب المجال، حسب المجال. وقت نجي في العبادات هكا تشريع في العبادات، وقت نجي في العقيده تشريع في العقيده، وقت نجي في الجانب الاقتصادي احكام السوق مثلا البيع والشراء احكام، هي تشريع هي احكام. لكن راهي مش هذه هذا ديني وهذا دنيوي، هم متداخلين لدرجه انه يصعب اذا كان مش يستحيل الفصل بينهما بالمعنى العلمي. وهذا يمكن يخلينا نعاود نراجعوا مفهوم السنه في حد ذاتها، ومفهوم السيرة أيضا في حد ذاتها. لأن السيرة، هل إنه السيرة هي بالفعل سيرة الرسل الحقيقية، ولا ما نقل أو فهمه كتاب السيرة؟ لأنه الكثير أيضا هو موجود في السيرة. وقت نخدعوه للنقد العلمي وللتمحيص، الكثير مما جاء فيها لا يمت بالسيرة إلى حقيقة الشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إحنا مش نطرح فيه تو سؤال، إنه هل العلم هذا علم الجرح والتعديل اللي تضاع لتمييز الرواية الصحيحة من الرواية المكذوبة ولرد الموضوعات، ما هي الشروط التي وضعها حتى يعني يفهم الكثير أن العلم دائرة وعلم متين وعلم قوي قاموا به العلماء وصنفوا من خلاله الأحاديث؟ الشروط اللي توضعت في السند والشروط اللي توضعت في المتن، سي جمال كانت لديك بعض هذه الشروط في السند وفي المتن؟ طبعاً علم الجرح بالتعديل و ضروره غربله السنه النبويه، هذا هو الجوهر. نعم نعم نعم. على اثر انتشار ظاهره الوضع في الحديث، نعم، حتى قبل القرن، نهايه القرن الاول في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون. هو من اسس لها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، القران ثم الرسول. وبدات الفرق الكلاميه لتبرير مواقفها، خاصة المعتزلة طعنت في كثير من الحديث، ولم تضع حد المعتزلة لم تضع حيث، ولكنها طعنت وأولت. وهناك من أيضا وضع الحديث نتيجة اتساع رقعة البلاد الإسلامية وتعكر اللسان العربي، وهناك من أراد أن يكيد للإسلام بتشويه نصوصه من خلال يعني تشويه النص. لما نعزل السنة عن القرآن نضرب القرآن، الإسلام في عمق السبيل، لم يستطيعوا تحريف القرآن وقد تعهد الله بحفظه، يعني نحن نزلنا ذكرى وإنا لحافظون، فوجدوا في السنة مرتعا وفضاء للإضافة والتغيير والوضع على السنة. يعني هناك كانت وراء الوضع كانت هناك أسباب سياسية واقتصادية. من المد الإسلامي والفتوحات الإسلامية التي انتشرت في كامل بقاع الأرض، هناك من أراد الكيد الإسلامي بضربه من النص نصي من خلال النص، فوضعت أحاديث. وهذه بغي هذه الظاهرة انتشرت كثيرا في عهد عمر بن عبد العزيز الذي فزع وأمر العلماء بضرورة غربلة السنة النبوية ومعاقبة الوضعين. ونعرف الوضع هو عبد الكريم ابن أبي العوجاء، 4000 حديث، يعني 6000 حديث. 6000 حديث، والله لقد وضعت فيكم 6000 حديث وحلوا فيها العالم. وهذه الحديث الموضوع ربما موجود منها إلى يوم الناس، كثير من الحديث نعم نسمعها في الخطب، حتى في الخطب الجمهورية وعند الناس
لا تلتقي حتى الى مجرد الذوق البسيط. هذا هو مش نقفوا عنده في الشروط، تشوهات صرنت على السنة الشروط يعني تنقفوا على الشروط في السند والمتن. سنصل الى ما كنت تقول سي خالد الى جانب ما قاله سي جمال، يعني ان كانت هناك يعني اسباب تقف وراء الوضع، اسباب اقتصاديه وسياسيه ايضا، هناك من وقف وقال نحن نكذب له لا عليه لرد، نعم الدعاة نعم نكذب له لا عليه لرد هذه الروايات المكذوب. والحال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثم لا يمكن معالجه الخطا بالخطا. طيب سي الحقي نعم 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 سي خالد، علماء الحديث لما كثرت الموضوعات قالوا يعني طرحوا هذا السؤال، يعني ما هذه الموضوعات وهذه الأكاذيب؟ فقالوا تعيش لها الجهابذة، والجهابذة هم العلماء. العلماء وضعوا العلم هذا علم الجرح والتعديل، وفيه فيه شروط في السند وشروط في المتن. لو نذكر بعض هذه الشروط في السند وشروط في المتن لتمييز الرواية، ومن خلالها بطبيعة الحال قسموا إلى حديث إلى أنواع. كلمة لك. هو الموضوع الأكيد يتطلب ربما مزيد من التفصيل إن شاء الله في لقاءات سابقة لاحقا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كثرت علي الكذابة ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول أيضا في نفس السياق إذا جاءكم الخبر عني ووافق القرآن فهو عني فخذوه، وإذا خالف القرآن فردوا، في بعض المرويات فضربوه بعرض الحائط. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أسس لهذا العلم وعلوم أخرى في هذا الاتجاه، ووضع بعض الأسس والضوابط والشروط يمكن نلخصها في أربعة. الشرط الأول أنه في علاقة بمتن الحديث، ونرجع للسند، أن لا يتعارض متن الحديث مع صريح القرآن. اللي هو معروف في ذاك الموضوع القرآن عنده فيه حكم، عنده فيه موقف اتجاه، إذا عارض متن الحديث القرآن فاعلم يقينا أنه يستحيل أن يكون هذا الحديث صدر عن الرسول، وإن كان السند من أرفع أنواع وإن كانت السلسلة ذهبية السلسلة ذهبية نعم، وإن كان هو بمنطقة كان ذهبية يستحيل أن يصدر عنها هذا لا ما هو حطينا أما إن كانت السلسلة فيها أفضل الرواة اللي هم مشهورين. نعم الأساس الثاني أو المدخل الثاني، إذا عارض متن الحديث في موضوع ما المتفق على صحته في أحاديث موثوقة الصحة سندا ومتنا وتخريجا. الشرط الثالث أن لا يتعارض مع العقل، أي حديث مهما كان روته وعارض أو خالف العقل فكن على يقين أنه ليس حديثا، يرد على الحديث. نعم الشرط الرابع هو أن يكون مدى واقعية الحديث، لأنه ثم الكثير من الأحاديث لما نرجعوها للواقع للتاريخ نقول شو معناها واقعية، ثم واقعية مدى مع إمكانية حدوثها وهل حدثت فعلا أم لا. ثم بعض المدققين والدارسين والنقاد في هذا في هذه الزاوية وجدوا أن بعض المرويات الراوي مثلا رواه في حادثة معينة، لكن هو تاريخيا في تلك اللحظة التاريخية لم يكن قد أسلم بعد، مثلا يحكي على غزوة بدر هو أسلم بعد غزوة بدر، أو يحكي على موقع معينة تاريخ في لحظة تاريخية معينة وهو ولد بعد تلك المرحلة. لأنه هذا نرجع له في السند في اتصال السند بالضبط. هذا حابين ناخذ هذوما أربعة مقاييس من خلالهم بالضبط. طيب السند هي ثم تداخل، ثم الخاص بالسند وثم الخاص بالمتن وثم اللي هو متداخل بينهما. بالنسبة للسند بطبيعة الشروط الأساسية هي العدالة، هل أن الرواية الكل فيهم سمة العدالة، سمة الاستقامة، الضبط، الحفظ، الذاكرة، وهل اتصال السند، وهل عرف عن كل الرواية أنهم إلى آخر لحظات حياتهم حتى فارقوا الحياة كانوا من الحفاظ والضباط والمدققين والمستقيمين والعدول و إذا اختلت بعض هذه الشروط أو المواصفات أو الملامح أو هذا سيقلل من صدقية وصحة الحديث، وبالتالي تصبح الحديث يعني تصنف ولا صحيح. وهذا خلينا يمكن نطرح سؤال في آخر لقاءنا اليوم سي الأزهر، وهذا بالمعنى العلمي أن نعيد النظر في مفهوم السنة في حد ذاتها اللي ذكره سي جمال وسي حبيب. هل أن السنة هي ما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم من ذاته
أم هو مكلف بتبليغها من المولى سبحانه وتعالى؟ في الآية القرآنية تقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليكم ربكم، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، حتى إن خفت من الناس فالله هو العاصم لك من الناس. إذا نقول سي خالد للمستمعين الأفاضل أن الرسول أن علماء الحديث قد وضعوا هذا العلم المجرح التعديل وفيه شروط لتمييز الرواية الصحيحة من الرواية المكذوبة، وضعوا شروط في السند وسلسلة الرواة، اتصال السند، الحفظ، الضبط، العدل، تقريب هذه الشروط الاستقامة هوني داخلة في الضبط ولا داخلة في الضبط والعدل، كما أنهم وضعوا شروط في المتن وهو نص الحديث أن لا يخالف نص قرآني، أن لا يخالف سنة صحيحة، أن لا يخالف العقل، وأن لا يخالف الواقع، وأن لا يخالف قاعدة طبية صحيحة. طوط وقت يقول الحبة السوداء شفاء لكل داء، هل فعلا أنا تشفي من كل داء؟ إن شفت من داء فهمت تشفي من كل داء. الناس ينزل والعقل هل العقل هو العلم في النهاية هو المعرفة والواقع زي تجرب أنت تعرف هذا النص. والسامعين الأفاضل مستمعين الأفاضل هذا النص القرآني في علاقته بالسنة النبوية العلاقة تلازمية بين النصين المصدر الأول والمصدر الثاني للتشريع، فلا يمكن بحال من الأحوال أن نتخلى عن أحدهما، لأن إذا تخلينا عن السنة سنتخلى بالأساس عن القرآن. لكن هذا النص سواء كان من القرآن والسنة يحتاج عبر الزمن إلى اجتهادات. فما هو الاجتهاد؟ ما هو مفهوم الاجتهاد؟ من هو المجتهد؟ ما هي الآليات التي يستعملها المجتهد اللي يجتهد في النص؟ هذا نعود إليه في يحتاج إلى قارئ لازم نعم. أقرأ نعم هذا بطبيعة الحال مش يكون في حصة قادمة إن شاء الله، الحصة القادمة هكما على علم بالموضوع من تو. مستمعينا الأفاضل شكرا على إنصاتكم ومشاركتكم لنا في الحصة، إن شاء الله تكون الإفادة قد حصلت. كذلك نشكر سادتنا الأفاضل سي خالد سي الحبيب سي جمال، كذلك الشكر بطبيعة الحال موصول لإخوتنا سواء في الإخراج والتأثير. إلى لقاء جديد إن كان في العمر بقية، مع تحية الأستاذ الأزهر بن علي لبريك. شكرا. زهرة الحياة إذاعة كل نهار جمعة على الحياة فهم.